نيجي نتكلم كمان عن تقرير مهم جدا، تقرير عن السيدة المحجبة ازاي تحافظ على شعرها، او معدل تساقط الشعر ازاي بيزيد، او ايه اسباب تساقط الشعر اثناء الحجاب، ليه الشعر بيكون مطفي، ليه الشعر ما بيبقاش فيه روح. هنا في بعض السيدات بتغلط غلطة قوية جدا، اللي هي بتلاقي بعض البنات حاطين الحجاب ربطة واثنين وثلاثة، ثلاث طبقات، وكاتمة بيه الشعر وحاطة بندانة كمان تحت الثلاث طبقات. هنا بيكون مشكلة قوية جدا، اللي هي مادة البوليستر أول شيء بتمتص أشعة الشمس، بتكهرب الشعر، بيكون اتجاه الشعر غير مظبوط، يعني بنشد الشعر بطريقة غير سليمة وبنحط الحجاب، فهنا بيحصل تساقط شعر. عشان نتفادى دوت، الشعر بيكون مرتاح جدا، ما ينفعش نشد الشعر، الشعر بيكون مرتاح وبنحط بنسة مثلا كده وبنحط الحجاب. انما بيكون الشكل الشعر الشعراية مرتاحة، ما بتبقاش مشدودة الشدة القوية، وبنسيب الشعراية على اتجاهها، مش بنشدها عكس اتجاهها، ما نغيرش عكس اتجاه الشعراية وتشد اتجاه الشعراية. لو هو بالشكل ده خلاص بناخدها بنفس التكنيك بتاعها، بنفس الشكل بتاعها، وبنبتدي نحط بنسة بسيطة من غير الشدة القوية دي، كده بتحمي الشعر من اللمة، من شدة الشعر نفسه. ازاي نتفادى قصة ان البوليستر، مادة البوليستر بتعمل تساقط شعر رهيب. في بعض البنات تقولك والله انا ما بلبس الحجاب غير ساعة او ساعتين في اليوم، لو ربع ساعة في الشمس بتعمل تأثير قوي جدا على الشعر. بنخش ازاي نحافظ على شعرنا؟ لازم نبعد عن البوليستر تماما، الحراير كلها، بنستخدم المواد القطنية، القطن فقط لا غير، قطن 100%، الحجاب قطن او كتان، وطبقة واحدة مش كذا طبقة. في بعض البنات بيعملوا طبقتين وتلاتة على الشعر بوليستر، ده بيكون ليه تأثير قوي. السبب التاني تساقط الشعر، في بعض السيدات بتكون شعرها مبلول وبتلف شعرها على طول، هنا في نفس اليوم يحصل تساقط. لو الشعراية مبلولة وحطينا الحجاب بيحصل الشعر بيكون مكتوم، بيحصل تساقط شعر. لو جت سيدة، طبعا المحجبات بتلاقي ريحة الشعراية نفسها بعد ما تفك الحجاب، بتلاقي سوري طبعا بتعبير، بيكون شعراية مكمكمة شوية، بيكون فيها نوع من أنواع الكمكمة، بيحصل هنا مشكلة للبصيلة، بيحصل التهاب لفروة الرأس، هنا تلاقي تساقط الشعر، معدل تساقط الشعر زاد. والأخص عن السيدة المحجبة بتلاقي إن الجزء ده، الجزء اللي فوق اللي هو بيتشد عليه الحجاب، تلاقي كل الجزء ده أخف من الجزء اللي ورا، فهنا ده بيكون من شدة الحجاب نفسها أو ضغطة الحجاب. فإحنا عشان نعمل حجاب مش شرط إن إحنا نعمله طبقتين، أو هو الطبيعي إن هو طبقة واحدة، وفي نفس الوقت ما بتبقاش مشدودة، بيكون مداريين شعرنا تماما، نفس النظام الحجاب الخليجي اللي هو ما فيهوش الشدة القوية. هنا احنا بيعتمدوا السيدات على اشكال المواد، الحجاب اللي هي البوليستر بيكون فيها كذا شكل والوان كتير فبيناسب لبسها، فهي دي بتبقى ربطاها بالكلام ده، انما القطن هو افضل شيء طبعا السيدة المحجبة. المفروض تسيب الشعر ينشف خالص وبعد كده تلفه، ما ينفعش تلفه وهو مبلول. ما ينفعش يتلف وهو مبلول تماما، لازم يكون ناشف 100%، مش مندي حتى، وبعد كده بتحط الحجاب بتاعها، ما يبقاش ليه اي تأثير على الشعر.